بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حضرات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما تكونوا بخير. انا ريهام معاكم موقع فيرست اونلاين. طبعا زي ما انتم عارفين بنزل كل يوم منتجات مختلفة طبعا، واهمهم منتجات الادوات المنزلية زي ما انتم عارفين، وكمان الاستلزامات في المطبخ كمان زي ما انتم شايفين كده. معانا دلوقتي النهاردة طقم توزيع السيليكون، طقم ممتاز جدا وحلو قوي كمان، شيك للبنات والعرايس اللي حابين يهتموا بمطبخهم ولسه بيجهزوا جداد. طبعا الطقم ده حلو قوي وشيك جدا، هيخلي مطبخك شيك. طبعا البنات بتحب تقلد المطابخ التركية، وطبعا التركيين معروفين بيستخدموا الحاجات ديت، والبلاد بره اللي دايما بيهتموا بالديكور بيتهم وكل حاجة. ده هيغنيكي تماما، وكمان حلو قوي وشيك معانا وكويس جدا، وهيخلي مظهر مطبخك حلو قوي، الوانه جميله وجذابه وحلوه جدا هتستمتعي بيه، غير انه شكله حلو كمان واستخدامه كتير. هو استخدامه حلو قوي وكمان ما بيسخنش، حلو جدا للمطابخ والعرايس اللي لسه بيجهزوا جداد زي ما انتم شايفين معانا كده. ليه كذا شكل، كذا لون وكذا شكل حلو قوي. تعالوا نشوف معانا ونفتحه دلوقتي. زي ما انتم شايفين معانا كده، هنفتحه معاكم دلوقتي وهنركبه تاني عادي، مش مفيش اي مشاكل. زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده، زي ما انتم شايفين معانا كده. معلش يا جماعه وانا بطلعه، حلو قوي والايد بتاعته جميله جدا ما بيسخنش زي ما انتم شايفين معانا بالشكل ده. طبعا الوانه كتير، طبعا اللبني والبامبا والموف حلو قوي بالشكل ده، جميل جدا المطابخ والعرايس اللي لسه بيجهزوا جداد. طبعا تقدروا تحطيه في اي مكان، هيتعلق معاكي بكل سهوله، ممتاز جدا وكويس قوي بالشكل ده، هيخلي مظهر مطبخك جذاب. وغير كده كمان طبعا ما بيسخنش معاكي في الاكل، تقدري تستخدميه في اي حاجه، كل حاجه لها استخدامات مختلفه. طبعا لو حابه تغرفي اي مثلا حاجه تغرفي بيها، حابه تطلعي المنابات من الحله الغويطه تقدري تطلعي بيها كويس جدا، تقدري تغرفي بيها اي حاجه، تستخدميها في اي حاجه كويسه جدا معاكي. واليد بتاعتها حلوه قوي وسهله جدا زي ما انتم شايفين كده، وكمان مش بتسخن معاكي وحلوه قوي، وكمان سهله في التنظيف وفي الغسيل، كويسه جدا وتقدري تحطيها في اي مكان في المطبخ. حلو قوي العرايس اللي بيجهزها والمدامات اللي حابه تغير استايل مطبخها، حابه تغير من ادواتها، لان ده جديد ولسه نازل جديد وحلو جدا وكويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا لو في اي استفسار او في اي حاجه تقدروا تسيبوا لنا كومنت اسفل الفيديو، او تتواصلوا معانا على الرقم التالي 010-992-8947، ومتنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتتواصلوا معانا. وشكرا جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.